داتا زي اكستنشن طبعا. هو في حقيقة ليه وانا هتكسف بقول اكستنشن بس الباقي كله حقيقي كله حقيقي ما عدا ده. لا هزعل ليه؟ هضطر اعيد ده كله من الاول في الواقع يعني كل المرمطه دي هعيدها تاني في الواقع. الاثنين الاثنين دكتور نور هركبه. ما بحبوش لا بحبه جورج كلوني. طبعا هاكله واقول انه حلو جدا واقعد ساعه اشكر المدام او الوالده اللي عملته وهروح البيت ابقى بعيط يعني من جوه هبقى بعيط بس من بره هبقى لا حلو قوي وكل كمان هاكل كمان وكل ده محدش هيعرف اصلا ان الاكل وحش. فيلم ابو علي في اغنيه لكل عاشق وطن اللي انا مغنيها وانا بتفرج على الفيلم والاغنيه بدات انا بكيت. انا ما كنتش عارف في التفاصيل بتاعه الفيلم ولا الدراما بشكل جاي يعني بشكل مكثف مش عارف ايه اللي بيحصل في الفيلم بس عارف طبعا كل ابعاد الفيلم بس لما الاغنيه تركبت على الاحداث الدراميه في الفيلم ده انا بكيت. ثانك يو. تويتر بحسه سياسي جدا يعني عامل فولو لمحمد هنيدي عشان اضحك والصلاح عشان خلاص صلاح يعني لو مش عامل فولو ممكن الناس ما تتكلمش معايا والباقي كله حتى الناس اللي هم اللي المفروض ما لهمش في السياسه بيتكلموا في السياسه ليه؟ فوانا ماليش في السياسه خالص بصراحه بس يعني بستعمله. لا هي لعبه واحده هي الوحيده اللي بلعبها اسمها يا ستي يا ستي بونزا. لعبه اسمها بونزا والله. انا بفكر انا بقعد اتفرج على افلام مع ماما ما بفكرش في حاجه. اي حاجه بقى على نتفليكس على مثلا كده يعني. ايه ميزك كرم؟ كم واحد عامل له بلوك على ولا واحد. فيلم تحب تشوفه كل يوم؟ اي فيلم لعبد الحليم حافظ. انا مغرومه بالافلام بتاعت عبد الحليم حافظ يوم من عمري. الحمد لله الحمد لله. بعد 50 سنه من دلوقتي عايز اشوف بقى عايز اشوف ايه احنا دلوقتي يعني دلوقتي مستغربين و فعايز اعرف احنا يعني هنتقابل على الاب ولا هنعمل ايه بالظبط. عايز افهم هنشوف بعض ازاي ولا هنحب بعض ازاي بس اكيد الدنيا هتبقى مختلفه لان دلوقتي اوريدي الدنيا مختلفه فعايز اعرف بعد 50 سنه بقى هنبقى بنروح مشاوير ازاي ولا بنعمل ايه ولا العشرينات والثلاثينات نفسي اعيش فيها مش عشان اعيش فيها بس عشان انا بقى عارف ايه اللي هيحصل اجي اقول لهم. اكتر سؤال غريب بيجي في بالي هو انا ليه بقى اهو يا جماعه هاخد المليون 15 مليون دولار مبدئيا هفتح شركة إنتاج وأشغل نفسي. الموبايل ده أكتر حاجة أزعل عليها إني مش هلعب جيمز قبل ما أنام. مثلا من كتر ما ببص مش بعد فعلا ببص كتير قوي. مش هكون بشتغل في نفس البوزيشن ده لأن هكون في شغلانتك أنت. ده شر قوي دي شريرة بجد. قول لنا إفيه بتحبه من فيلم. والله انا احب الافيهات المصريه جدا جدا جدا. هي مش غريبه يعني ممكن قله النظام في غرفتي اكيد يعني غرفتي فيها كايوس فيها يعني ملابس كل مكان. الحظ عشان الحظ الحلو بيعمل كل حاجه انا عايزاها. كانت الامارات كان ما اعرفش اسمه ايه انتوا بتلبسوا حاجات كتير فبس هو زي كوت كده. والله الافيه كتير اصلا بيبقى فيه افيه كده بيفضل لازق معاكي كام يوم بتقعدي تقولي فانا الافيه بتاع اليومين دول بتاع عايز حقي لما قال له فلفل موجود شوقي موجود انا اصحابي كلهم ركاب.